النهارده على النيوتريشن ان كانسر بيشنت. المره اللي فاتت اتكلمنا على النيوتريشن ان سيرجيكال بيشنت عموما. العيان بقى بتاع الكانسر عيان له سبيشال انتيتي، عيان له سبيشال كاركترز خصوصا في النيوتريشن. يمكن المنظر اللي مرتبط دايما بدماغنا مع الكانسر هو العيان الكشك، ويمكن دي الكلمه اللي دايما لازقه في الكانسر وهي الكانسر كشك. اوكي، المره اللي فاتت اتسالنا سؤال على الالبوم في الكريتيكال البيشنت، وعلى قلنا ان احنا بنتناقش فيها المره دي. هل هنا ان انتوا بتعملوا عمليات ميجر لعيانين الهلم بتاعهم 2.5 واقل، والسرفايفل بتاعهم بيبقى كويس، وده حاجه انا استغربتها صراحه. انا الحقيقه ما كانش عندي تايم ان انا ادور كتير قوي على النقطه دي، بس هي القضيه بالنسبه لي تكاد تكون منتهيه. هي دوكيومنتد ان العيان الهايبو البوليميك بري اوبراتيفلي البروجنوزس بتاعه اوحش من العيان اللي القلب بتاعه كويس، وكلما قل القلب من ليفل كلما زادت الموربيديتي والمورتاليتي. وكان السؤال الثاني هو انا الالبومين الانترافينوس البومين مفيد بالنسبه لنا كسيرجنز وكعيانين؟ يعني انا لو عايز اكوركت الهايبو البوليميا البري اوبراتيف اعمل لها كوركشن بانترافينوس البومين ولا لا؟ انا برضو كانت اجابتي وما زلت انا مقتنع بكده ان البري اوبراتيف هايبو البوليميا مش لازم تصلح ان احنا نعمل لها كوركشن بانترافينوس البومين. الصح ان العيان بتاعك لو مش فيه ارجنسي انك تعمل له نيوتريشنال ريجيمن ويمشي عليها من 7 ل 14 يوم او من 10 ل 14 يوم خصوصا لو الهايبو ادونيميا دي ريليتد بمال نيوتريشن، وده هيبقى يعني اكتر من 90% من الحالات كده. العيانين الكريتيكال ال اللي هم عندنا في السيرجيكال اي سي يو او هيقابلوكوا بري اوبراتيفلي اتعمل عليهم كوكرين ريفيو واتقال ان الالبوم اليوس فيهم هو مش بريفيشن. وهنا في ستادي اتعملت برضه اسمها سوب ستادي، ما كانش الغرض بتاعها انه يقول انه يشوف القلب ريبليسمنت في العيانين الكريتيكال ال، هو كان في الاساس بيشوف السبسس في العيانين الكريتيكال ال ولقوا ان اليوز اوف البومين معاه مورتاليتي وموربيديتي اكتر. اوكي، في كذا ستادي الموضوع اعتقد انتوا حتى كلكم متفقين عليه فيه ان البري اوبراتيف هايبو البومينيا بتبقى باد بريدكتور للسرفايفل. البري اوبراتيف تريتمنت سيرم البومين از بريدكتور فور كانسر سرفايفل، ده سيستميك ريفيو معمول في النيوتريشن جورنال 2010. برضو الهايبو البوليميا من الحاجات اللي بتزود الكومبليكيشنز، يعني هتلاقي حاجات كتيره قوي. البيبر دي منشوره عندنا في يعني دي ايجيبشن بيبر، الكومباريزون ما بين الالبوم والسلاين دي حاجه من البيبرز المشهوره قوي في العالم كله اسمها سيف ستادي. السيف ستادي اثبتت ان اليوز اوف سلاين في الريسستيشن بتاع العيانين الكريتيكال ال از ايكوال للالبوم. يمكن ده بعيد شويه عن اليوز اوف البوم في الكوركشن اوف بيبرز هايبو البوليميا. الورق ده في البريتش جورنال اوف انستيزيا اليوز اوف البوم ان ابديت، الورقه دي معموله 2010، حاولوا تقروها. هتجاوب لكم على معظم الاسئله اللي انتوا الاول هتكلمكم كتير قوي عن الفارماكولوجي بتاع الالبوم واليوز بتاع الالبوم والابروتش بتاعكم، وهتلاقيها حاطه سؤال كده اليوز اوف البوم في الكوركشن اوف بيبرز هايبو البوليميا، اليوز اوف البوم في البوست اوبرتيف هايبو البوليميا في العيانين السيرجيكال. انا مش هجاوب على الاسئله، انتوا قروها واعتقد انها هتفيدكم، او هي دايما هتحط الراي والراي الاخر وهتوصل لكونكلوجن. اوكي، انا ما زلت عند رايي ان البري اوبراتيف هايبر البومينيا اليوز اوف ادمون تو كوركت البري اوبراتيف هايبر البومينيا شود نوت بي روتين، ات شود سبلمنت ذا نيوتريشنال سبورت. يعني انت ممكن تستخدم الالبومين كحاجه اديتيف جنب النيوتريشنال ريجيمين انت حاططها، لكن ما تسيبش العيان بتاعك بكل المال نيوتريشن اللي فيه وتبدا تلبس البومين، مش هتستفيد منه. المال نيوتريشن ان كانسر بيشنت قلنا ان 30% من العيانين الهوسبيتالايزد، ثلث العيانين اللي بيدخلوا المستشفيات بيبقوا مال نارج. طب عيانين الكانسر، عيانين الكانسر في بيبرز وصلت انها قلت 90%، من 40 ل 80% من العيانين بتوع الكانسر بيبقوا مال نارج. طب ده له امباكت علينا؟ يعني تعتقد ان المال نيوتريشن دي هتفرق معاكم؟ هتفرق معاك في كل حاجه، الكومبليكيشنز اكتر، السرفايفل بتاعك اقل، الريسبونس والتولرانس للتريتمنت في العيان كل ما يبقى مال نرج وفي نيوتريشنال ديفيشنسز اكتر كل ما كان الريسبونس بتاعه للتريتمنت اقل، الكواليتي اوف لايف بتاعته اقل، السرفايفل والهيلث كير كوست يبقى اكتر. طيب
ايه اللي يخلي العيان بتاع الكانسر الانسيدنس بتاع الماد نيوتريشن فيه اعلى؟ حاجات كتير زي الانوركسيا، يعني ممكن يبقى الانتيك فيه اللي متاثر علشان الانوركسيا. علشان الانوركسيا. عشان ايه تاني؟ يعني الانتيك ممكن يقل عشان ايه تاني؟ الاوبستراكشن. الكانسر نفسه في سام تايبس اوف كانسر بتعمل اوبستراكشن، زي كل معظم الاتش اي في تيومرز هي نفسها ميكانيكال ممكن تعمل اوبستراكشن للابيك. عيان لو في لو حاجه فيشيال او حاجه ماكسيلاري او حاجه في الفارنكس او كانسر اسوفاجس او استومك، كل الحاجات دي بتعمل ميكانيكال اوبستراكشن وبتقلل الانتاج بتاع العيان بتاعه. في اكتر من ان العيانين بتوع الكانسر بتبقى الانوركسيا فيهم اوقات فولنت، يعني العيان الاوقات العيان بيتعلم نفسه انه ياكل، لان الايتنج او الفيدنج الهابتس بتاعته بقت خلاص، هو ما بياكل بيتعب، لما بياكل وهو فيه مثلا كانسر استومك بيجي له بين وبرك، لما بياكل وهو فيه مثلا حاجه كانسر او حاجه بيتعب، فالعيان بيعلم نفسه انه ما ياكلش. تمام؟ فالانوركسيا الدبريشن طبعا من الحاجات اللي بتسبب كتير قوي للعيان الانتيك بتاعه يقل. الايرلي ساتايتي البين الاوبستراكشن زي ما قلنا في معظم حالات الجي اي تي تيومرز. تريتمنت ريليتد برضو من الحاجات المهمه قوي، معظم الكيمو ثيرابي والراديو ثيرابي بيبقى معاهم انوركسيا وبيبقى معاهم نوزيا ومعاهم بين ومعاهم دايريا ومعاهم ابدومنال ابسيت دايما. الكاشيكسيا تيرم احنا ربطينه دايما بالكانسر، هو الكاشيكسيا اللي يعملها كل اللي فات ده بلس انفلاماتوري وميتابوليك ستيتس بيعملها تيومر. كلنا عارفين ان التيومر السيلز فيه اكتف عن النورمال سيلز بتاعته، وعايزه الميتابوليك اكتيفيتي بتاعتها اعلى وعايزه انرجي اكتر، بلس الميتابوليك ستيت دي انت عندك انفلاماتوري ميدياتورز كتير قوي بتطلع من التيومر سيلز. الانفلاماتوري ميدياتورز دي بتخلي العيان في هايبر كاتابوليك ستيت، حتى لو العيان بياخد نورمال انتيك العيان بيحصل فيه ويت لوس. اب تو ان انت في مرحله من المراحل الكاشيكسيا دي بتبقى ريفرسبل، يعني العيان لو جالك في ستيت معينه في ويت لوس باترن معين وفي هايبر البولينيا باترن معين والعيان ماشي في سكه كده جالك بقى جلد على عظم زي ما احنا بنقول كده، في مرحله من المراحل بقت ريفرسبل، يعني انت حتى لو عملت له نيوتريشنال سبورت مش هيحصل ويت جين ولا هيحصل ويت ميننس حتى عند البوينت اللي هو فيها، هيفضل ماشي في سيركل كده اب تو ذس. وهم حتى في المرحله دي بقت النيوتريشنال سبورت في التيرمينال كاشيكسيا بقت فويتال تريتمنت. فويتال تريتمنت يعني ايه؟ يعني حاجه ملهاش لازمه تعملها والعيان مش هيستفيد منها فما تعملهاش، يعني حتى بقوا شايلينها من الباليتيف كير في العيانين التيرمينال. العيان اللي وصل لمرحله التيرمينال كاشيكسيا بقت النيوتريشن بالنسبه له مش مطلوبه، وبقت اقول لك ما تحطهاش اصلا في الريجيم بتاعك. من اهم الميدياتورز اللي بتطلع التيومر نيكروسيس فاكتور الفا، وهو حتى كان اسمه زمان اسمه القديم مش كتير، الانترلوكينز 1 الفا و1 بيتا والانترلوكين 6. كاشيكتين ده نسبة للكاشيكسيا، يعني من كتر ما هو انكريمينيتد او اكيوزد ان هو اللي بيعمل الانفلاماتوري ستيتس والهايبر كاتابوليك ستيت والحاجات دي، كان اسمه زمان اصلا كاشيكتين. الحاجات دي بتعمل زي ما قلنا سيستميك انفلاماتوري ستيت وبتزود الكاتابوليزم وبالتالي بتعمل الكاشيكسيا. قلنا ان الكانسر كاشيكسيا انفلانتري ويت لوس that cannot be fully reversed، في اوقات كتيره ما بنقدرش نعمل لها ريفرسال لغايه ما توصل لمرحله الريفراكتوري كاشيكسيا اللي احنا قلنا عليها اللي لوتوس فيها وبقى اكتر من 20%، وان احنا ايفن حتى لو عملنا لها نيوتريشنال ريجيمن العام ما بقاش بريكتابل، هو اكسبكتد السرفايفل بتاعه بقى اقل من 3 شهور. العيان الكانسر اتفقنا المره اللي فاتت ان كل عيان بيدخل لنا لازم نعمل له نيوتريشنال بلان، والنيوتريشنال بلان تبدا بالسكريننج والاسسمنت، ان انا اشوف ايه مين هو العيان اللي ات ريسك ان يحصل له مال نيوتريشن، وبعد كده اعمل له اسسمنت، يعني افحصه بقى. لو انا لقيت عيان جالي 10 عيانين فيهم عيان ات ريسك يبقى ابدا اعمل له اسسمنت، اعمل له كلينيكالي اخد منه هيستوري واعمل له كلينيكال اكزامينشن. وقلنا ان في عندنا تولز ووريها لكم المره اللي فاتت ان في كونستشنيرز كده كتير بسال منها اسئله وكل اجابه باخد منها رقم معين واطلع من الاخر برقم، الرقم ده بيتحط في كاتيجوريز يقول لي ده العيان ده مايلد مال نيوتريشن او مودريت مال نيوتريشن او سيفير مال نيوتريشن. نفس
نفس التولز اللي معموله للعيانين العاديين في النيوتريشنال اسسمنت ممكن اعملها في الكانسر، بلس ان في تولز سبيسيفيك للكانسر بيشنتس. يعني احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على حاجه اسمها سبجكتيف جلوبال اسسمنت كويشن، قلنا ان احنا مطبقينه عندنا في الجهاز الهضمي على كل العيانين اللي بيعملوا كانسر. في بقى سبجكتيف جلوبال اسسمنت لعيانين الكانسر مخصوص، بيسال على نفس الاسئله اللي قلنا عليها، بيسال على الفود انتيك، بيسال على الويت لوس، بيسال على البي ام اي، بيسال على الاكسرسايز تولرانس، وعلى في اسئله بقى زايده عليه كمان المسل ويستنج، المسل باور بتاع العيان والهاند جريب والحاجات دي، عشان اطلع منها في الاخر باجابه هو العيان دوت مايلد مال نوتريشن ولا مودريت ولا سيفير مال نوريش، العيان دوت هيستفيد من النوتريشنال بلان اللي انا هحطها ولا لا. دايما لازم نسال نفسنا على الستورز بتاعت العيان بتاعنا، العيان في فات ولا لا؟ قلنا ان في عندنا حاجه اسمها الترايسبس سكين فولد سيكنس، لسه ستيل في فات ستورز ولا لا؟ في مسل ستورز ولا لا؟ في بروتين ولا لا؟ المسل دخل في ساركوبينيا وما عادش عنده مسلز خالص ولا لا؟ الانتاج بتاع العيان بتاعنا ايه؟ الفانكشنال امباكت، الامباكت بتاع الكاشيكسيا او المال نيوتريشن على الفانكشنال ستيتس بتاع العيان مهم قوي. اعرف العيان ده هيقدر ياكل نفسه ولا لا؟ هيقدر يروح السوق ويجيب لنفسه اكل ولا لا؟ هو يعني حتى السوشيال امباكت مهم، الفاميلي بتاعته هتعرف هي توفر له اكل ولا لا؟ والبوتنشال ريفرسابيلتي مهم، مهم قوي وانت بتعمل نيوتريشنال بلان انك تعرف العيان بتاعك ده كيورابل ولا لا. يعني هو عيان ترمينال هتعمل له نيوتريشنال بلان لغايه ما يدخل اوبراتيف ويتعمل له ريسكشن سواء كيورتيف او بالياتيف ولا لا، هياخد كيمو بريكيو ويستفيد ولا لا، ولا هتبقى التريتمنت دي كلها بالياتيف، كل ده هياثر اكيد على النيوتريشنال ريجيم بتاعك. لازم نايدنتيفاي بروبلم هي الاستراكشر بتاعتنا، نعرف ان في عندنا مشكله اسمها النيوتريشنال مال نيوتريشن في العيان بتاع الكانسر، نحط جولز. وقلنا الجولز بتاعتنا دايما العيان هيجي لي مال نرش وفي لوس اوف ويت، اول حاجه لازم اعمل له هايبر المنتيشن، لازم اديله يعني او هبدا اديله كالوريز وهبدا اديله نيوتريانتس اكتر من الطبيعي لغايه ما ريفرس البروسيس اوف ويت لوس، اعمل ويت جين. الاهم من الويت جين واللي مربوط دايما بالبروجنوزس وبالسرفايفل هو الويت مينتنس، انك توصله للافريج وانه يفضل عند البوينت دي، مش توصله وبعدين تسيبه ويرجع ينزل تاني ويخش في البروسيس بتاع المال نيوتريشن تاني. معظم الاستادز دلوقتي عامله لينك ما بين الويت مينتنس، مش الويت جين، الويت مينتنس والسرفايفل بتاع العيانين بتوع الكانسر. بعد ما هنحدد جولز ونعرف ان في مشكله في العيان وهنحط له ريجيمن، قلنا هنحط له نيوتريشنال بلان. مهم بقى كمان كل ده معتمد على اللي احنا شفناه في المحاضرات اللي فاتت، هنشوف الديفيشنسيز في ايه ونبدا نكوريكت. لازم اعمل مونيتور وفولو اب، العيان ما ينفعش يبقى ميز دينا في اي لحظه. حتى البوست اوبراتيف، يعني حتى العيانين بوست اوبراتيف انت هتلاقي دلوقتي جايد لاينز للنيوتريشنال سبورت فور بيشنت افتر كانسر بريست سيرجري، بعد الكانسر بريست سيرجري. بالعكس ده بيتكوا عليها قوي، ودايما كل الجايد لاينز دايما التكيه قوي على العيان بتاع الكانسر، يعني لك عيان الكانسر بتاع الكانسر كولون ياكل فايبرز كتير، عيان بتاع الاستومك ياكل ياخد ملك اكتر عشان الكالسيوم وكده، عيان العيان اللي كان فيه هيباتوسيلولار كارسينوما يبعد عن كذا وعن كذا وعن كذا، كله فروتس كتير، كله فيجيتابلز كتير، كله حاجات نون ستارشي فيجيتابل نون ستارشي فروتس، يعني كل الحاجات دايما يعمل له دايركشن ناحيه حاجات هي اكيوزد ان هي بتسبب التيومرز دي او مرتبطه اكتر بالتيومرز دي. ليه المالتي مودال نيوتريشنال ثيرابي؟ قلنا ان هي مش القضيه مش هتبقى ان انا اعمل له نيوتريشنال سبورت بس، مرتبط اول موضوع بالكانسر بالاكسرسايز، لان من اهم علامات الكانسر كاشيكسيا هي الباسل ويستنج، ان العيان يبدا فيه لوس اوف بروتين ويبدا يخش في ساركوبينيا ويبدا ما عادش عنده ماسلز، ما يعرفش يكح، ما يعرفش يتحرك، لو وصل لمرحله انه يبقى بيد ريدن، وبعد كده تبدا الامور تكومبليكيت ويبدا يخش في انفكشن و و و. فمهم قوي انك تربطها باكسرسايز، يعني لازم البلان بتاعتك في المستشفى يكون بايس بلس الدايتيشن او النيوتريشن يكون معاك فيزيوثيرابي. والفيزيوثيرابي احنا برضو مش عايز اتكلم عن اللي بتطبط كتير، بس هو المكان اللي انا شغال فيه واللي انا اكتر ناس محتاج بيه. احنا دخلنا الفيزيوثيرابي في البروتوكول بتاعنا روتينلي، احنا كنا بنعمله في العيانين الكومبليكيتيف بس، يعني العيان اللي فيه شست انفكشن او نجيب له فيزيوثيرابي. بقى لنا اعتقد سنه اسامه صح؟ سنه بيجي لنا مدرس مساعد فيزيوثيرابي وبيجي لنا اثنين حكيمات كل يوم يشتغلوا مع العيانين. اعتقد يعني تقريبا
pulmonary complications post operative تكاد تكون نزلت مثلا من 40 50% ل 5% او اقل. فدخول الفيزيوثيرابي في المستشفيات وتفعيلها من الحاجات المهمه دي. نرجع مرجوعنا nutritional support plus exercise plus حاجات فارماكولوجيكال. حاجات فارماكولوجيكال كانتي انفلاماتوري ايجنتس، احنا قلنا ان الكانسر كاشيكسيا عباره عن نقص الانتاج وستراكشر وتريتمنت ريليتد بلس انفلاماتوري واميون وكاتابوليك ستيت موجوده في عين الكانسر. الانفلاماتوري والكاتابوليك ستيت دي ممكن تبقى ريفرسد بان انا ادي انتي انفلاماتوري او انابوليك دراجز زي الاسترويدز. وطبعا يعني شغلتنا بما اننا كلنا معظمنا اونكولوجي معظمنا سيرشنز، يعني اللي هو الاوبتيمال اونكولوجيكال مانجمنت اللي هي هتشمل السيرجري والكيمو او دي الفارماكولوجيكال تريتمنت اللي ممكن نستخدمها. قلنا هتلاقي عندك العيان ما بيخرجش عن حاجه من الاربعه دول، يا اما انوركسيا يا اما جاسترو انتستينال ديس فانكشن ان فورم اوف مثلا عيان هيبقى فيه فوميتنج، هيبقى فيه دايريا، هيبقى فيه وات ايفر الجي اي تي ديس فانكشن اللي موجوده، هيبقى عندك سيستميك انفلاميشن وعندك كاتابوليزم. الدراجز اللي ممكن تديها عشان تصلح الانوركسيا اهمها الاسترويدز من الحاجات اللي بتشتغل كتير قوي على الكالوتايت ستيمولانت، البروجستنز اكيد مهتم بيها معظمكم اعتقد، خصوصا في عيانين الكانسر بيست اللي هي هتلعب على اليمتين، تمام، هتحسن لك الالوتايت وانت بتستخدمه في التريتمنت بتاع الكانسر بيست. الكانابينويدز بره بيستخدموا المرجوان، بره المارجوانا بيدوها لعيانين الكانسر عشان تحسن. واحنا هنا هتلاقينا دايما بندي اوبويدز بتحسن الابيتايت، بتحسن الابيتايت، بتحسن المزاج. ما هي دايما انت لو بتحسن المزاج، احنا قلنا ان من اهم اسباب الانوركسيا هو الديبريشن. فانت لما بتدي الحاجات دي بلس انها بتحسن الابيتايت فانت بتشتغل على كذا ارض. البروكايناتكس دراجز الانتي انفلاماتوري ايجنتس اتكلمنا عليها، والحاجات زي الانابوليك ايجنتس زي الانابوليك استرويدز وزي البروس هرمون والانسولين والانسولين لايف فاكتورز، دي الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. من اهم الحاجات هنا برضو الحاجات المهمه قوي هي اللونج تشين اوميجا 3 فاتي اسيدز، احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت وقلنا ان لها انتي انفلاماتوري بروسس وانتي انفلاماتوري بروبرتيز، والانتي انفلاماتوري بروبرتيز دي هتروح تشتغل لك على الانفلاماتوري ستيتس اللي بيعملها الكانسر وتموديفاي الدايت. الدايت كريمينال اون جار، يعني النيوتريشن اللي احنا بناخدها في اوقات كتيره ممكن تسبب كانسر، في اوقات كتيره ممكن تبريفنت الكانسر. السلايد دي بتقوم على اساس ان الكانسر ده حاجه انفيرمنتال بلس الجينيتكس بتاعك. ممكن اكل انت بتاكله يزود السستبتابيليتي بتاعتك لتيومر معين، وممكن اكل انت بتاكله يقلل السستبتابيليتي. الكانسر بيشتغل فيه حاجتين، الجينيتكس والانفايرمنت. الكانسر اذا بريفنتبل ديزيز في ستادز كتير قوي بتقول ان حوالي 50% من التايبس بتاعت الكانسر ممكن يبقى بريفنتبل. الفودز، في فودز كتيره ممكن تسبب تيومرز، اشهرها عندنا احنا هنا الافلاتوكسين، حاجه الكلام عليها كتير دلوقتي مع الهيدروسيليا الكارسينوما موجوده في الافلاتوكسين ده اعتقد موجود في الحبوب والحاجات خصوصا اللي متخزنه في اماكن رطبه، يعني اللي احنا مخزنينها معظم الحاجات اللي احنا بناكلها دي متخزنه في اماكن مش كويسه فيبدا يتكون فيها الافلاتوكسين ده ومربوط بال HCC. الريد ميت مع الكولوريكتال كارسينوما خصوصا لما بتتعمل على نار، يعني بتتشوى وتتعمل على دايت فاير كده تبدا برضه تبقى بتعمل توكسينز. الفودز الدايتري فايبرز ممكن تحميك بقى من الكولوريكتال كارسينوما. النون ستارشي فودز او فروتس زي البطيخ زي الكمثرى زي التفاح، الحاجات دي برضه بتحمي من الايرو دايجستيف تيومرز عموما. الفيتامين دي سبلمنتيشنز من الحاجات اللي
سنسيتيف ليه؟ تمام. فانت تايم سنسيتيف، يعني انت ممكن في وقت من الاوقات يبقى معاك اسبوعين ثلاثه على ما العيان يخلص اشعاعاته وياخد دوره وكذا 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 وكذا. الاسبوعين ثلاثه دول يكفوك عشان تحط للعيان نيوتريشن بلان، تحسن له النيوتريشن ستيتس بتاعه، وده اللي دوكيومنتد، وده اللي هتلاقيه في حاجات كتيره قوي افيدنس. ايه؟ انك تعمل نيوتريشن سبورت للعيان بتاعك من 7 ل 14 يوم بالاوبراتيفلي، هو ده اللي يبقى معايا راندمايز كنترول ترايلز، قالت ان ده بيحسن الريسبونس بتاعه. سؤالي، الادويه ممكن تعمل، ممكن تستخدمها اديتيف مش لوحدها. لا، هي ستيل في الكانسر برضه. يعني انت ممكن تعمل العيان اللي جاي لك بكانسر وفي مالتي نيوتريشن، هتستخدم فيه كل الحاجات دي عشان تحضره للسيرجن. مش تي بي ان مثلا هتقدر اسبوع او اسبوعين قبل العمليه؟ برضه ايه المانع انك تستخدم دراجز بلس التريد؟ لا، انا سؤالي دراجز دي تلحق تعمل افكت فعلا المقصود في اسبوع او كده، ولا دي حاجه محتاجه لونج تيرم؟ يعني مثلا في الادجمنت بتاعه بعد ما اعمل عمليه مثلا راح تبقى هنا وهنا. هنا وهنا احنا اتفقنا يا جماعه ان الكانسر سيرجري از تايم سنسيتيف سيرجري. انا ما اقدرش اجل عيان مثلا بكانسر، مثلا كانسر هيد، اجله من 3 ل 6 شهور على ما يرجع للنورمال ويت بتاعه. لكن الاكيد ان انت على الاقل لو عملت ريفرس للبروسيس بتاعه الويت لوس والكتابوليك ستيت اللي موجوده، انك هتحسن البروجنوسيس بتاعه وتكمل بقى بالنيوتريشنال بلان بتاعتك بقى. احنا بيجي لنا عيانين كتير قوي يزرعوا اتش سي سي وسيفيرلي مال نارش، وعيان كريتيكال والميلد بتاعه عالي وكذا وكذا وكذا، كل ما بنحط له النيوتريشنال ريجيمين مصري بتبقى اسبوعين، مصري بتبقى اسبوعين. وقلنا برضو المره اللي فاتت ان الايفيدنس البري اوبراتيف بارنترال نيوتريشن اعلى من الايفيدنس بتاع البري اوبراتيف انترال نيوتريشن في الامبروفمنت بتاع البروجنوزز بتاع العيانين في الستوك. وده النقطه الوحيده اللي عكس كل الكلام. يعني في كل مكان هتلاقي الانترال احسن، ما عدا في النيوتريشنال سبورت بري اوبراتيفلي هتلاقي البارنترال هو الايفيدنس بتاعه اعلى. اوكي، انا اعتقد كده خلصت. انا بس عايز الفت انتباهكم ان انتوا عندكم المكانين الاثنين قلنا عليهم، اسكن جايد لاينز النيوتريشنال سبورت والاسبن، الاثنين هتلاقي فيهم نيوتريشنال سبورت للسيرجيكال بيشنت عموما، وهتلاقي جايد لاينز للكانسر بيشنت، وهتلاقي جايد لاينز لكل تايب من التايبز بتاع السيرجيكال بيشنت بتوعكم. ده ملخص للجايد لاينز اللي احنا اتكلمنا عليها في السلايدز اللي فاتت. ده الاقتراح اللي انا بقترحه واتمنى ان الدكتور مثلا يتبناه، وهو النيوتريشنال بوكيتس لكل تايب من العيانين. هتلاقي عيان البريست كانسر، هتلاقي عيان اللون كانسر، هتلاقي عيان الاسوفاجس، هتلاقي عيان الكانسر بريست، هتلاقي عيان الكانسر بروستات، كل عيان هتلاقي له بوكيت للنيوتريشنال سبورت بتاعته. وقلنا تبقى بيشن فوكس، مش دكتور فوكس، هتبقى للعيانين مش هنا العيان ياخدها معاه في العيادة. اي اسئله؟ انا ما عنديش اي مانع والله، اتمناها واحنا نعملها سوا. هو فعلا يعني